رسول الله عفاكم بارطاجيو هذا البث المباشر. إذن مشاهدينا في قناة شفتي مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنت واجد في يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ثقة ما بقاتش. مشاهدينا الكرام حنا كنت واجد في المنطقة ديال الحي مولاي رشيد. يعني عند هاد الناس هادو اللي خدموا عندهم واحد الخادمة أو واحد السيدة كدير الميناج دابا لمدة ديال 4 أيام. فكيتفاجئوا اليوم أنها الدري مشى يتسخر فرجع ما لقاش الذهب ديال الأم ديالو. الأم ديالو في واحد الحالة ديال الصدمة. أيضا ما لقاش الهاتف وما لقاش بعض الأموال. يعني صراحة هاد السيدة هادي خاصها تعتقل في أقرب وقت. يعني هادي مجرمة وتقدر ديرها بناس أخرين. يعني وهذا كنقول لكم مشاهدين الكرام غادي تسمعوا التفاصيل على لسان ابن السيدة مولا الدار اللي وقع لها المشكل. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا شو اسمك؟ ياسين. ياسين ياسين عطيني ساكن بالضبط. خويا أنا ساكن في حي مولاي رشيد مجموعة جوج. حي مولاي رشيد مجموعة جوج. خويا عاودي التفاصيل من الأول كيف تعرفتوا على هاد السيدة وكيفاش جات تخدم معاكم؟ خويا دابا أنا غنعاود لك على حسب أنا اللي عارف. دابا أنا كانت الأم ديالي فاش كان خدام عندنا واحد الدري كيعاون الوالدة وهادي. من بعد طراو شي حوايج ومشى بحالاته. الوالدة كانت كتقلب على شي وحدة باش دير عندها النظافة هنايا للدار وتعاونها وتقابل الخوادريات الصغارات مقابل واحد الأجر أن غادي تخلصها ضروري حيت فهمتش حيت ما كايناش شي حاجة خويا بلا خلاص. دابا الوالدة كانت هضرت مع صحاباتها وقالت لها قالت لهم زعما لقيتو شي بنت ما عندها فين تنعس ولا هادي تجي راه نتهلا فيها. قالت لهم نتوما راه عارفيني أنا غنتهلا فيها وغنخلصها وتبرك معايا لله في سبيل الله. دابا خويا انا فاش قالت لي الام ديالي قلت لها خذي الحضار ديالك قلت لها حيت دابا الانسان ما كاينش الثقه. قلت لها خذي الحضار ديالك. قالت لي لا ما تخممش راه غناخذ لاكارت ديالها وراه بالضمانه ديال الناس اللي غايجيبوها لي. دابا كنت فاجئت الام ديالي. دابا السيده جات بركش معنا دابا مده 4 أيام اليوم نهار الرابع. كنت فاجئ اخويا مع الصباح انا فقت هبطت لقيت الام ديالي طايح لها الطونسيون متكيه. لقيت انا السينيه ديال الفطور جات فتره حدايا واحد شويه خرجت الرجعه اللي غنرجع ما عطاتني 50 درهم. قالت لي راه قالت لك امك سير جيب الفاخر. قلت لها واخا مشيت انا خويا طلعت لواحد المنطقه خليت الهاتف ديالي حيت هذيك المنطقه خويا كيوقع فيها السرقه. خفت شي واحد اللي يجبد لي التليفون من جيبي حطيته يتشارجا. كنتفاجئ اخويا مشيت جبت الفاخر رجع اللي كنرجع اخويا كنلقى الباب ديال الدار محلول. دخلت قلت ربما راه شكون في السطح كتنشر ولا شي حاجه. طلعت للسطح اخويا ما لقيتهاش. قلت واقيلا راه سخرتها الوالده. هبطت الوالده فاقت قلت لها فين هي الدريه اميمه اللي خدامه عندنا اميمه المراقبه تيقول لها السكاطيه هي. دابا عاد باش عرفت هذا الملقب كيقولوا لها السكاطيه وعندها صوابق. هادشي اللي دابا فاش مشيت كنسول وكنسولنا الناس وهادي قال لك راه عندها البلانات ياك اخويا. قالت الوالده قلت لها شوفي الدريه فين يا ربما راه تكون في السطح. قلت لها راه ما لقيتش تليفوني ويش قول لي هز هذاك واحد الطاجين. قالت لي هز شوف ذهبي هزيت ما لقيناش الذهب ديال اخويا ولقينا البسطام محلول. ما لقاش اخويا الذهب ديالو وما لقيتش انا تليفوني ولقاش مهزوزي الفلوس من البسطام. وزادش خلات الوالده متكيه وخلات الخوادريات هنايا ناعسين وزادت يعني تقريبا المده ديال 4 أيام. كيفاش كانت المعامله ديالها هذه المده ديال 4 أيام؟ واخويا كانت المعامله ديالها مزيانه حيت انا اخويا ما كان انا راه حدي كندخل كنضرب طليله في الدار وتنمشي اخويا للقهوه. هادشي اللي كاين اخويا. المعامله ديالها كانت معايا مزيانه ومع الدار مزيانه ومع الدريات. والبارح عطات الوالده الفلوس قالت لها هاتي شوفي ها كيسيري تكساي خذي لك صنيديله وخذي لك بيجامه بحالك بحال عباد الله. يعني مهليه فيها. مهليه فيها. وهاد السيده تسرعات ما عرفاش من هنا لقدام اش كان غيكون ديال الخير معانا كاع زرباش بحال هكا. واش تعرفات بلاصه ديال الذهب يعني وضعت فيها الثقه؟ حيت دابا الوالده دارت فيها الثقه. الوالده حطاش هذاك الشيء قالت انها ما عندها فين تمشي قالت انها غد فهمتي غتجيبها
هي دايره معاه المزيان ما تقدرش دير معاه الشر. يعني شاف شوف فين حطات الذهب تداش اخويا تقريبا اخويا على حسب قالت لي الوالده شي 2000 درهم عاد انت عيط لي انا فلوسي كانت 9000 ريال اخويا كديرها في البوشيطه ديال التليفون 9000 ريال اخويا 9000 ريال 2000 درهم والذهب والذهب اخويا يعني لا حول ولا قوه الا بالله يعني هاد السيده هادي ولات خطيره شنو تبغي تقول الناس اللي كيخدموا عندهم بعض الاشخاص اللي ما عارفينش ثم درتوا غلط انكم ما خديتوش لاكارت ولكن شي هذا هو الغلط اللي درنا ودابا فاش مشينا كنسولوا قال لنا دارهم ما كتمشيش ليها قال لك ديجا انها قلنا لهم شنو هو السبب قال لك ان ديجا انها فيتها سارقه دارهم هي سارقه دارهم وحنا ما كناش عارفين هاد الشيء هذا اخو ما تعرفش شنو وقع لك المشكل هذا هو المشكل اخو مشينا عند السلطات اخويا درنا ديكلاراسيون حيت اليوم فهمتي كاينين البيرمونس كدير ديكلاراسيون ديالك من بعد قال لنا نهار الاثنين غتمشيو تدفعوا للدائره اللي تابعه لكم وقالوا لنا الا قدرتوا تجيبوا لنا الملقم والاسم ديال فين ساكنه هي السيده اللي ولات خطيره على المجتمع بهذا المعنى هذا يعني خواتك صغار راه دابا انا كنحمد شوف انا كنحمد الله بانها ما حيت خواتها شي باقيين صغار راه دابا الكبيره يلا عندها شي 5 سنين ومسكينه عندها فهمتي مرض السرع في راسها ما تتفهمش فهمتي بحال يلا عندها عامين تقدر تجرها من يديها وديها دابا انا كنحمد الله ونشكره انها ما داتش خوادرياش ولا ما دارتش لهم شي حاجه الام ديالي النفسيه ديالي ان الدورات ما اخويا دابا مشى ليها اخويا الام ديالي دابا مشى ليها اخويا الام ديالي انا تصدمات حيت انها شافت انها بغات دير الخير و رجع لها بوم بنادم اخويا باقي غير ديروا الخير وتدخلوا شي واحد شوف هو الخير الخير مع الله سبحانه وتعالى سمعتيني دابا الخير حنا باقين غنديروا الخير ما نقولش لك لا ما غنديروش الخير ولكن فهمتي حنا باقين غنديروا الخير ولكن اخويا الاحتياط راه واجب راسه معامل تاخذ الاحتياطيات ديالك وتشوف لاكارت ناسيونال راه دابا شوف راه هذاك الطعام اللي كلاشو عندنا هو اللي بينوا لينا في 4 ايام اصاحبي 4 ايام اصاحبي هذه ما ضربت شهر ما ضربت شهرين ونديروا حنا نفرض كنا كملات شهر وعرفت فين كنحطوا الفلوس وفين كنحطوا الذهب اش تقدر جمعنا في كل شيء انا قلت تخرجوا تجيبهم ونضاو تنسدادر وتهز كل شيء الله يرحم لك الوالد ونقدر نجيو من القوال وتمشي الوالده مثلا تقضي شي غرض وانا نكون خارج اخويا نجيو من القوال ما تقوال تقدر الشطار حفظكم الله دابا اخويا حنا اللي كنطالبوا الذهب ديالها مسكينه اللي كانت كتحسبها ومشى لها مشى لها اخويا دابا انا كنطالب اخويا من رجال الامن يديروا الخدمه ديالو ماشي الشيء اللي كاين انها تعتقد اقرب باش ما يوقعش شي واحد اخر في نفس الغلط قبل ما تبيع بعد هذاك الذهب حنا شوف الحجره الا مشات راه ما تترجعش هذه راه معروفه الحاجه الا مشات راه ما تترجعش ولكن حنا كنطالبوا من رجال الامن يتدخلوا ويعتقلوها يعني كيف ما دارت لينا حنا هذا الشيء تقدر تمشي عند ناس اخرين ودير لهم بحال هكا اميمه السكاطيه كيقولوا لها السكاطيه هذا هو الملقم ديالها السكاطيه هي سميتها اميمه السكاطيه انا راه عندي التصاور ديالها انا ما نقدرش نوريهم ولكن غنوريهم لرجال الامن طبيعي فهمتي ديال التشهير ديالها الله يرحم لك الوالدين هادشي اللي كاين اخويا كيفاش دايره الحاله ديالك حتى الهاتف ديالك فيه المعلومات ديالك فيه التصاور ديالك وي اخويا وانا مالي ما دايرش ليه الكود فهمتي الكود يعني خرجوا دابا انا حاطه في الدار ماشي حاطه صاحبي في شي في الزنقه ولا راه دابا اذا على هذا الحساب اخويا كون حطيته في الزنقه وما يمشيش ليا بحال هكا كون حطيته في الزنقه ما يمشيش ليا اخويا بحال هكا انا زعما قلت الدار وهادي وسميت والوالده دارت فيها الثقه اخويا راه قال لك فعلا اتقي شر من احسن شيء اليه صراحه ما كذبوش اخويا شنو بغيت تقول لها خويا اللي غنبغي نقول لها لا ياخذ فيها هذه حاجه باينه فهمتي حيت كرمتينا التكريمه وحنا دايرين معاك صدماتكم صدمه قويه هادي اخويا حنا دايرين فيها خير اخويا سمعتيني وكن اخويا اش نقول لها الله راه ما نسمحش ليه اخويا انا راه انا شوف انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى حتى اخويا انا كنهضر معاك دابا اخويا وفي العصاب من الله سبحانه وتعالى انك ما تلاقاش معاه وتعتقل وتعتقل ما تلاقاش معاه وتعتقل حيت واحد الحاجه تمشي لك بواحد الطريقه فهمتي شمتك فيها الانسان شي يجي ديالك صحه ولا تعطيها ليه بخاطرك شي والله يكون شوف شي يكون جاش عندنا وتقولنا واقفه على 3 والبارح كان مع اتصل بها حيت هي عندها ولدها مع دار لوسا وكان اتصل بها مع لوسها الاب ديال الزوج ديالها وقال لها راه ولدك تحرق سمعتيني وعطاها الوالده الفلوس وقالت لها هاتي شوفي سيري شوفي ولدك وخذي ليه الدواء قالت لها جي نعطيك
الفلوس. دابا هي كون شوف كل شي خلف دابا ماشي ديابي راه ما يجيبش لها خويته حيت مشفور ومسروق شي هذا راه ما عارف غيطيحوا ليها فيه في الثمن. كتولي عصابه اجراميه شراء مسروق واللي شافر الله يرحم لك الوالدين. شي كون جات المهم هذه ما شريش من عندها اه من هنايا في حي مولاي رشيد اخويا غتولي في حي مولاي رشيد مجموعه جوج اخويا سارق علينا راه غتولي في شراء المسروق عباد الله راه هذه حاجه باينه راه حاجه باينه شراء المسروق العقوبه ديالها وما مسامحينش لها هاد الناس لا ما مسامحينش لها اخويا انا كنوجه رسالتي مسامحينش لها من منطقه الامن حي مولاي رشيد انه يتدخل في هذا الموضوع هذا ورجال انهم يقوموا بالبحث على هذه المجرمه هذه كيف ما شفرات هاد الناس تقدر تشفر ناس اخرين الله يرحم لك الوالي وتدخل قلوب ناس اخرين باش ديك الطيبوبه اللي كتمثل عليهم في الاول اه صاحبي راك فهمتي كلشي فهمتي 4 ايام ديال وشوف حنا شوف حنا عارفين انها كانت في الزنقه وادي وادي وحنا ما قلناش زعما غدير لينا بحال ما هكا غاتشوف السيرو من في الارض يسيركم الله يرحم لك الوالدين حنا حنا لمينا حنا لمينا من الشارع باش ما تعرضش لبزاف د الحوايج ساعه لمات لينا كلشي ودات لينا خويا هادشي الله يحفظك انا نبغي ننصح الناس ماشي ما ديروش الخير ديروا الخير ولكن عرفوا مع من ديروه ونصيحه اللي بالنسبه اللي غيكون مثلا شي واحد عنده شي وحده كدير الميناج ولا هذه تيتاكد من لاكارت ناسيونال والسكن السكن ديالها ضروري دابا بحال هذه اخويا هي دات لينا هذا الشيء دابا حنا منين غنمشيو منين غنجبدوها يعوضنا الله سبحانه وتعالى ولكن حنا في غنلقاوها دابا ما عندها لا ماوى لا والو فين ما مشات غاتش اش دابا فهمتي دابا هذا هو الخطا اللي درنا الله يحفظك الله يكبر بك اخويا الله يحفظك واحد الرساله مشاهدينا الكرام كيف ما تبعتوا معنا هذه المجرمه الملقبه باميمه السقاطيه يعني اللي عندها ديجا سوابق وشفرات هاد الناس هادو شفرات لهم الذهب شفرات لهم فلوس شفرات لهم التليفونات يعني لا حول ولا قوه الا بالله انا كنبغي نقول لك هاد اميمه السقاطيه فين هو الضمير ديالك فين هو النفس ديالك هاد الناس داروا فيك غير خير بهذا المعنى هاد الناس هادو راه داروا فيك غير خير هاد المرة هادي راه الحالة ديالها النفسية مسكينة مدهورات منين أنها مشى لها ذهبها ذهبها اللي كتكسب لا حول ولا قوة إلا بالله حنا عمرنا ما عمرتم ما كنتوش كتوقعوا أن هادشي غادي يوقع هادي 100% أنها خدامة مع شي عصابة يعني كتسرق وكتمشي تبيع لهم شي المسروق فخاص أن الأمن يبحث بحث ويفتحوا تحقيق بخصوص هذه المجرمه هذه يعني كانت كتخطط ما دام انها سخرات الدري وقالت لي سير تسخر الماماك وسخرات وسخرات الدري الثاني وقالت لي سوي تا هو سير تسخر وانها داخله لهاد الدار ناويه على الغدر ومخطط ليه هادشي اخويا العزيز 100% غيكون مدبر عرفتي علاش حيت دابا الوالده فاش كانت مثلا فاش قالت الناس قالت لهم رانا بغيت دريه هذه واخا ما عندها فين تسكن وهذه تجي تريح معايا غتكون شي وحده قالت لها سيري ربما راه عندها راه كدير الذهب راه كدير وراه كدير وراه كدير شكون الله كاين 100% اخويا هادشي غيكون مدبر الله يحفظك خويا الله يكرمك ايضا رسالتي للامن ديال المنطقه ديال حي مولاي رشيد خصوصا رئيس المنطقه الامن حي مولاي رشيد عفاك ايضا ولايه امن مدينه الدار البيضاء عفاكم تدخلوا في هذا الموضوع وقوموا باعتقال هذه المجرمه هذه رزات هاد الناس في الفلوس والذهب والتليفونات عندهم صور ديالها راه قدموهم رجال الامن المشاهدين الكرام غادي نودعوكم على ما نتلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء مرحبا